by resisting the movements, okay? Resisting and closing or opening the mouth, tamam? Or even we can also resist the mandibular deviations, okay? From medial side or from the lateral side, okay? How we can apply this? Just give me your attention, please. بتحط ايدك تحت فك المريض ادفع ايدي للاسفل resist you will apply resistance okay hold 6 seconds relax open relax طيب الفورس اللي انت راح تعطيها للمريض ليش راح تكون؟ الكمية أو حسب تحمل المريض. هو طبيعي. أنت عمالك تعطيه بتسبب الألم معناته الفورس عالي. أوكي؟ You have to reduce your force. تقلل الفورس اللي عم تعطيها. واضح؟ واضح؟ واضح. طيب. إذا أنا بعمل له ريزيستنس ليش؟ الأوبننج ناو. أوكي؟ إذا بدي أعمل ريزيستنس لل كلوزنج افتح اللي فاتح ادفع للأعلى لما يكون على التيث نفسه ارفع الدكتور هون اسهل ليه؟ هون اسهل ارفع ارفع طيب الآن إذا بدي خليه يعمل ميديال أو لاترال ديفيشن بثبت الإصبع هون وادفع لعندي عماله بدفع الفك لعندي لو ادفع لحالك لاحظ الحركة ارخي ادفع ارخي طبعا كل هذا مشان ايش to restore the range of motion and ايش strengthening at the same time يعني مو تيمجي التيمجي احنا نشتغل اساس نعمل تقوية للمسلز around the joints كان في جهة واحدة بس ما انت بدك تعمل strengthening يعني اذا كان weakness في جهة اوكي بدك تشتغل عليها لكن بنفس الوقت كمان بدك تشتغل جهة تانية to be sure there is no weakness in the sound side اوكي واضح الحركة هاي طيب الان كيف بدك تتأكد انه المريض الماوث اوبننج عنده صار about normal بتخليه يفتح تمه اوكي احط اصبعينك هذول هيك اثنيات اوكي افتح تمك وحاول تدخل اصابعك اثنين داخل الفم الشكل هذا لا هيك افتح هذول الكل يحاول يفتح تمه والنيكلز الثنتين يدخلهم اوكي يحاول نرمت ايش عملتها؟ شباب كل واحد يعمل لنفسه كل واحد يعمل لنفسه حركة هاي حتى تتأكد انه